السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين لاباس؟ بخير يا ربي، ان شاء الله هذا الفيديو يسيبكم على خير وبخير. بسم الله، جيت هذا النهار نقدم معكم على بركه الله ميني كيك، واحد الكيكه داك الصغيره. غادي نشرح معكم الطريقه كيفاش كنديروا. بسم الله على بركه الله، نقدم لكم هنا عندي كاس ديال الطحين كتشوفوا هنا، كاس معامر شكر، كاس لور ديال الزبده، كاس لور ديال الليمون، واحد الليمونه اللي عصرت صافي، كاس لور بهكا معامر ديال السكر، ليمونه محكوكه، ثلاثه البيضات، وفاني وخميره. بسم الله على بركه الله، والتزيين غادي يبقى الاختيار. داك الساعه نشارك معكم كيفاش غادي نزين. بسم الله، هاد البيضات صبحت عندي انا صغار، درت ثلاثه بحيت غير صغار، الا كانوا كبار ديروا غير جوج. غادي نزيدو عليه السكر، هانتوما تشوفو السكر ما الكاس ما حامرش بزاف، ها ناقص شوية، كاس الا ربع هكاك. بسم الله، هانتوما شوية ديال الملح درت، قريت هاد الملحة تكتر. بسم الله، نخدمو نطلعو حتى وكان يولي بيض، تخدم مزيان، شوف كيبان لكم هكا. بسم الله، نخدمو مزيان حتى وكان يولي بيض ونرجع معكم. بسم الله، هاني كيفاش كتشوفو انا كي خدمت حتى رجعت بيضة هكا. غادي نزيد هاد الزبدة بشوية هكا نخلطها، نزيد عليها بشوية هاد الليمون، نخلطو هكا مزيان، نسيت نقول لكم انا عندي هنايا شويه ديال هذا مهرمش، بحال اللي قلت لكم نسيت نقول لكم انا عندي هنا الكركه حبستو هكا، غير هرمشتو شويه قسمتو هكا على جوج، خليتو على طريفات باش يجي بعيد، اللي ما عندوش الكركه ما يديروش. انا نزيد هنايا هذا الليمون اللي حكيت، ناخذ هاد الطحين ندير بشويه نخلط، انا قلت لكم نديروا الطحين غير بشويه هكا تدريجيا. نزيد هاد الخميره، انا عندي هاد الخميره هادي فيها 11 غرام بحال اللي كتشوفوا، نزيد هاد لافاني، حبت الليمون غير بغيت ندير الفاني وصافي، العزيز عليا ما تاخذ الفاني ما تنساوش ديرو، ما ديروش محل ديرو فيه الليمون. هذا غادي نديرو من هنا هكا، انا البنات جاتني شي شويه، جاتني شويه خفيفه، وزدت نص ديال الكاس ديال الطحين، نص حد هنايا جاتني خفيفه شويه، ما قلت احسن باش ما تجيش عاوتاني خفيفه بزاف، زدت نص كاس ديال الطحين على حسب الدقيق، مع المرات كندير غير واحد وكيقطني، هاد المرة هادي ما هذاش ما الطحين ما تيشربش، بدات الطحين ماشي الطحين اللي كنت كنخدم به، ايوا صافي هاكا البنات خاصها تجي غير هاكا، يعني درت فيها دخلت ليا كاس ونص، دخلت ليا كاس ونص،
نخليوها هكا صافي. البنات بحال اللي قلت لكم صافي ها هي هو هكا جعلها الطريقه هذه. بسم الله صافي نبداو نعمرو الميني كيك ديالنا. انا اختاريت هذا الصغيرين هادو حنت بشويه ديال الزبده وشويه ديال الطحين رشيت فيهم. غادي نبداو نكبو ان شاء الله هكا بالمعلقه. نحط معلقه هكا بحال اللي قلت لكم نبداو نعمرو. ما تعمروش بزاف باش يسيبو فين يطيبو. حتى نديرو مثلا جوج معالق كيجيو زوينين حتى المنظر ديالهم كيجيو زوينين. كنبدل بنادم الماء نتوما على حسب الدجاج اللي بغيتو ديرو فيه ديرو فيه مفيش مشكل. غادي نكمل كلشي بالتعمار ونرجع معكم البنات. من بعد ما عمرت الكيكات ديالنا ميني كيكات نعمر كاس ديال الحليب باش نصاوب لها كريم. عندي جوج كيسان ديال الحليب فايتني شربت معكم الطريقه باش كيفاش كنصاوب لها كريم. اي كريم كانت عندكم انا عندي هذه الماركه هذه ما كنديرش الاشاره حتى شي واحد انا غير اي وحده كانت عندكم. الكريم راه معروفه تطلعوها كندير جوج كيسان وكندير 4 ديال المعالق ديال الكحيل ندير على العافيه حتى وكان سميتو نديرها تبرد في الثلاجه. ايوا صافي ديك الساعه ملي يخرجوا ليا الكيكات ديالي نزيدهم غير 7 المعالق وغندير معلقه ديال سنيده على حسب الحلاوه. اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف ما ديريش ديروا كثر. اللي بغى الحلاوه سمحوا لي اللي بغى الحلاوه كثير يدير كثر واللي بغى الحلاوه قليله يدير معلقه. انا درت غير معلقه بركه وصافي. غادي نخلط هادشي كامل نخلطو نديرو على العافيه ديك الساعه نخشى في الثلاجه تبرد على ما يخرجوا ليا الكيكات ديالي ما مع هذا الفران ونرجع معكم للتزيين. انا رجعت معكم بعد ما خرجتو من الفران والطاب انتما تشوفوا هاد هما خاصهم البنات يبردوا ما تبردوش. ملي درت انايا حيت كنحيدو السخون ها شحال من وحده ضاعت ليا خصو حتى يبرد حتى ملي كب شويه انا ها انا درت هنايا البنات ودرت هادو هكا بحال الشكل ديال الحليبات هانتوما تشوفوا الشط ديال العجينه وانا نديرهم في هادو درت في هادو ديال داك الفوندي وانا الشط ديال العجينه نديرو هكا انتما تشوفوا كيفاش كيجيو هكا بحال القليل. انا درت من هذيك العجينه اللي شطت ليا هذا معني خرجته وغادي نبدا معكم نوريكم الزبين كيفاش واش غادي نديرو. هاك كريم هاني صورته ودرته في الثلاجه باش تخبيتها في هاد الميكا باش ما تدعليش باش ما تشقبش من الفوق ما ديرش داك القشره. غادي ناخذ واحد الميكا البنات هاد الميكا هادي ديال الثلاجه هانتوما كتشوفوا داك الصغيره ديال الثلاجه غادي نديرهم تقبهم هنا مرات ونعمر بها احسن من معلقه باش ما نهرقش باش ما نهرقش وصافي. المعلقه ما كتساعدكش هانتوما تشوفو البنات هكا قطعتها هكا من الراس وغادي نبدا نعمر ان شاء الله. بسم الله هانتوما تشوفو هادشي كيبقى الاختيار ديالكم مزيان على حساب انا درتهم على ظهرهم البنات ماشي على وجههم.
عزيز شويه باش ما نزيد لهادي. صافي بنات هكا وصافي، تعمرون باي حاجه كانت عندكم. انا عندي هنا شويه الفريز، ها هو شويه ديال الفريز وشويه ديال العنب، حاول بيض ولا ما بغيتو تزينو نتوما زينو. انا اختاريت ندير هكا، انتما تشوفو الفريز هكا بهاد الطريقه هادي. انا درت هاد الطريقه هكا، انتما الاختيار ديالكم، واش ما بغيتو تزينو زينو، يبقى الاختيار ديالكم نتوما. البحث كيف كيبغي اللي عنده في الدار، ما كاش مفرع عندك شي حاجه، كاينه حاجه وحده دير غير حاجه وحده. اسمع هكا هي باش صغيره باش تجي قلب بلاصه. غادي نكمل هكا، غادي نرجع معكم طريقة مزيان. هاني رجعت معكم، هاني كملت تزيين، هانتوما تشوفوا على هاد الطريقة هادي جا، هانت واش كيبان لكم مزيان. أنا خدت الكاميرا عندي لهنا ونوريكم، جات على هاد الطريقة هادي هانتوما تشوفوها. زينتو هكا بالفريز، وهادوم لي بحال القليبات هكا زينتهم بهاد الوحيدات، زينتهم بالقرقع، هانتوما تشوفو جو هكا بحال القليبات. وهذا هو الديسير ديالنا، نقول لكم غير جربوه راه غادي يعجبكم، وبالصحه والراحه ان شاء الله يا ربي. نقول لكم عواشركم مبروكين، والله يجعل هذا العواشر تدخل عليكم بالصحه والسلامه وتطول العمر يا ربي ان شاء الله اللي شاهد هذا الفيديو كامل. والسلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.